قتل 3 فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية صباح السبت، فيما أصيب 14 مدنيا بجراح وصفت بعضها بالخطيرة. وقد اقتحم الجنود الإسرائيليون المخيم لاعتقال حمزة أبو الهيجة، وهو عضو في كتائب عز الدين القسم الجناح العسكري لحماس، وجرى تبادل لإطلاق النار مع عناصر مسلحة من حماس. الهيجة أثناء محاولته الهرب من المبنى الذي كان محاصرا فيه سقط قتيلا، بالإضافة إلى كل من يزن محمد ومحمود عمر. وشيع الفلسطينيون 3 في جنين وسط دعوات إلى الوحدة الفلسطينية والانتقام من إسرائيل. الحكومة الفلسطينية دانت اغتيال القوات الإسرائيلية للشبان 3، وحملت حكومة تل أبيب مسؤولية هذا التصعيد. بدورها هددت حركة الجهاد الإسلامي برد العنيف على هذه العملية، فيما دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية لوقف المفاوضات مع الإسرائيليين.